مرحبا، أنا بوب القطار. هل تريدون رحلة إلى الفضاء؟ هيا بنا للفضاء مع بوب القطار، سنمرح ونلعب في قطار الفضاء. هيا بنا للفضاء مع بوب القطار، سنمرح ونلعب في قطار الفضاء. يسل قطار عطارد قريب من الشمس، الجو حار هناك، لا نريد الاحتراق. أنتم بأمان معي فلن نقترب منه، سنمرح معا في كل ما يمكن. وها هو الزهرة ممتلئ بالسحب، من هناك في الداخل هيا نناديهم. مرحبا، هل من أحد بالداخل؟ كروي كالأرض لكن بلا سكان، هيا إلى الطريق لباقي الكواكب. ما هذا الأزرق؟ إنه كوكبنا مملوء بالمياه والأرض والثلوج. نحن نعيش هناك بالماء والهواء، والجو معتدل ليس بارد أو حار. خمنوا ما هذا؟ الكوكب الأحمر. هيا ننظر عن قرب، ما أجمل المنظر. الكوكب الرابع من بعد كوكبنا، أتعرفون الاسم؟ إنه المريخ. والآن المشترى الضخم الكبير، أضخم الكواكب أكبر من الأرض، فيه بقعة حمراء وعدة أقمار. هيا نكمل رحلتنا ونغني أغنية الكواكب. هيا بنا للفضاء مع بوب القطار، سنمرح ونلعب في قطار الفضاء. هذا يبدو جميل وحوله خاتم، اسمه زحل، هيا نذهب إليه. له دوائر عدة مصنوعة من الثلوج، لو كنت أعيش هناك كنت سأكون سعيدا. وأيضا أورانوس له بريق أزرق، صعب أن تراه، فهو مملوء بالغاز. مرحبا، ماذا لديك هناك؟ نبتون أمامكم باللون الأزرق، كتلة جليد وبه أيضا ماء. إنها الكواكب لكن هناك مزيد، الرحلة طويلة وسنطير معا. هيا بنا للفضاء مع بوب القطار، سنمرح ونلعب في قطار الفضاء.